بارك الله فيك. مع أني البارح لاحظت على الإمام وهو يصلي المغرب لما أقيمت الصلاة أدار وجهه إلى المصلين بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وأعطى له جملة محاضرة يمكن 20 كلمة أو كذا تسوية الصفوف، ولا أدري يعني أنا استغربتها لما أدري لأني أنا ما ليه بارك الله فيك استغربت هذا؟ ما أدري، لا هذا شيء طيب، هذا في الواقع من السنن التي تركها كثير من الناس، فقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكبر بعد تقام الصلاة إلا بعد أن يسوي الصفوف كما تسوى القداح. تعرف القداح؟ هي عصي الرماح، فيرى رجلا متقدما يقول له تأخر، وآخر متأخر يقول له تقدم، ويقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه كانت عادة الرسول عليه السلام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأن تسوية الصفوف من واجبات الصلاة، فإن سويت الصفوف كانت الصلاة كاملة، وإن عوجت كانت الصلاة معوجة وكان أجرها ناقصا. وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو نصفها. وقف الرسول عند النصف، ما قال كلها لأن هذا شيء صعب، تحقيق الكمال بالمئة مئة في الصلاة هذا صعب جدا. ولذلك قال عليه السلام من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يشرد ذهنه شرقا وغربا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه السلام. والحديث الآخر معروف ومشهور، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك فهذا الإمام الذي حدثت عنه هذا في الواقع يبشرنا بخير، وأن أمة محمد عليه السلام لا تزال بخير، وإن كان في كثير من المساجد لا ترى هذا الذي رأيته في ذاك المسجد. وقليل من الأئمة من يهتم بتسوية الصف، وقد يقول كلمة خير، وبعضهم والشيء يذكر كما يقولون يذكر حديثا بهذه المناسبة لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما يأمرهم بتسوية الصف يقول لهم فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وقد يقولون هن بلغتهم المعوج المعوج الصف المعوج. هذا حديث لا أصل له في كتب السنة إطلاقا. كنت على بالي هذا لا أصل له، لكن الأحاديث التي ذكرتها من قبل هي في كتب الصحيحة كالبخاري ومسلم. والاهتمام الخلفاء الراشدين في اتباع سنة سيد المرسلين كانوا، وهذا في زمن عثمان بالضبط،
وكلوا شخصا لتسوية الصفوف في المسجد النبوي، لأن الناس كثروا في زمان الخلفاء، ما بقى المسجد، تعرف المسجد النبوي إلى الآن يوسع ويوسع حسب الحاجة. فأول توسعة أدخلت على المسجد النبوي توسعة عمر الخطاب، وإلى الآن هناك في المدينة معروف. ثم توسعة عثمان بن عفان. فلما كثر الناس كثرة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، وكل شخصا لتسوية الصفوف، فكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يكبر حتى يقول ذاك الوكيل بأن الصفوف قد تمت، يعني يمر صف 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 من أول إلى آخر، استوت الصفوف يقول الإمام الله أكبر الله أكبر. هذا الاهتمام الآن مع الأسف نادر جدا، فهذا الذي رأيته يبشر بالخير. أيوة أنا لاحظت كثير نعم إذا قيمت الصلاة يلتفت يمينا ويقول استقيموا يرحمكم الله، أو استووا يرحمكم الله، اعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله، سدوا الخلل، من غير أنه يدير وجهه للمصلين. ما أدري يعني أن الرسول دائما هذا الصفة يعطي وجهه للمصلين؟ لا، ليس في السنة لا هذا ولا هذا، وإنما هذا حسب المصلحة. بمعنى إذا كان الناس فيهم قلة ويكفي أن يلتفت يمينا ويسارا اكتفى بهذا القدر، أما إذا كانوا كثرة وهو بحاجة ينظر إلى الصف الثاني والثالث ما في مانع أبدا أن يلتفت إلى الناس ويأمرهم جميعا بتسوية الصفوف. لكن الشيخ ما يعرف الصف الذي يليه، محجوبة الصف الثاني والثالث والوراء، لا يتبين من الرؤوس ومن المناكب يتبين بعض الشيء، صحيح هو لا يراهم كما يرى الصف الأول، هذا ما في إشكال، لكن بعض الشيء يتميز. فعلى كل حال هذا الالتفات إذا اقتضته الحاجة والمصلحة ما فيه شيء. أي نعم.